السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم اليوم من الجبل الأبيض. الجبل الأبيض تابع لولاية دمى والطائين في محافظة شمال الشرقية. اليوم راح نتعرف على الجبل الأبيض عن قرب، راح نتعرف عليه على مثل ما تعودنا في برنامجنا، كيف كانت المعيشة في الجبل الأبيض زمان من خلال شيابنا. واليوم واحد من شيابنا راح يعرفنا على تفاصيل كثيرة حول الجبل الأبيض، على هذا الارتفاع، على هذا الجو الطيب. احنا في الصيف لكن الجو رائع جدا وكأنه ربيع. شايبنا اللي راح يرافقنا وراح نكون في ضيافته إن شاء الله، شايب خلفان بن رويعي بن حميد السباعي. شايب خلفان، نعم، كيف الحال؟ الحمد لله، مساك بخير. مساك منعم، طيبين في نعمة الله. يا مرحبا، كيف حالكم؟ بنعمة، كيف صحتكم؟ بخير، مع شرفتونا. شرفتونا، شرف مقدارك، الله يسلمك. يا مرحبا وسهلا، عافاكم الله. يا مرحبا بك، أنت من هل هالدار؟ نعم. وخلقت في هالدار؟ نعم. نعم، نعم. مكانكم طيب، الحمد لله، وجميل المكان بالمكين، والطقس حلو. الطقس حلو، الحمد لله، نعم. الحمد لله كما كان، الحمد لله. وبعد توي علينا يوم ما زادت الحرارة عن سابقا. هي. أول يقول كل براد بالحافة، كل براد بالحافة، الأقصاص الحافة، يعني ماشي صيف، هاي ماشي صيف، كل برد، نعم. نعم، الحمد لله رب العالمين. يقول الشياب الأوليين بعد قبلنا، يقول لك الواحد يعطى برده بأقصاص الحافة، يعني أنا ما عندي الحافة، أنت عندك الحافة، أنت تلحف حافك الجيد، نعم، تسمع وبعدك خو بردان، لكن أنا ماشي عندي شرشف، ولا كان رداء صابوني، من الشياب الأوليين، رداء صابوني ياخذ من النساسيج، تسمع، وتلطيت الجدار والحمد كل وقت، والحمد لله رب العالمين، وشوية نار. النار قدام، النار ما عذر عنها، ما الصبح نصبح عليها النار، والمساء نتمس عليها، نرمس عليها رمسات، سوى حلقة، والصباح الصباح مع قهوة الفجر من سراحة الأغنام، صبحنا على القهوة في المكان المنزل اللي تحدينه، حل الموقع يجي ضيف، وما ضيف ضيف لما تو سبل، أول ما شتح شجرة، ولا يكون خيمة، ولا يكون عشة صغيرة. طيب شايب خلفان، احنا في الجبل الأبيض في الكفوف، حلة الكفوف هذا اسمها، وفيها شوية أقسام، يعني احنا شفنا ان كان فيها سكنتين، سكنة صيف وسكنة شتاء. بنتعرف على النوعين من السكنة ان شاء الله. انا شايف هنا هذه حارة، يعني هي الحارة الأولية هذه القديمة، نعم، الحلة القديمة، هي أول نحن شيابنا، نعم، تسمعت، كانوا على هذه الطريقة، نعم، زين، هذا ما بانينها واحد، كيف ما بانينها؟ ما بانينها واحد، ما يقدر يبنيها وحده، هي هذه الجماعة عندهم دور جدول، نعم، في المنطقة، حين يتفرغوا يجيوا من المكانات، معنا، نعم، ويجمعوا هنا، نعم، اليوم يسويوا يعني كمية، نعم، اليوم أربعة أيام يا فلان، قال أنا اليوم ما بتساعدوني أبني، تبنيوا لي خيمة، نعم، اسمها الخيمة هذه الحصى، هذه أنتم تسموها خيمة، اسمها خيمة، نعم، أو فرح حصى، ترى حصى، زين، يجون على الخيمة وصبح الجماعة، حد يكسر الحصى، نعم، بالهيبة، هي. وحد يكسر لك الفرزة، وحد يبني، وحد يقلب الحصى يجيب، ويعني وتقام. أول شباب هذا الباب هذا الشكل وجبل هذا اسمه معدن، هذا 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 اسمه معدن، هذا معدن، هذا معدن اسمه معدن، يعني جاب سقته وهم لنترات في البيوت، لنتر حديد وسمنت والبيم وكذا، والبيم وغيره، احنا لا، هذا اسمه لنت، يعني معدن، دخل معدن هذا على قد يكون على البرد، يعني ما يدخل انسان، يلهن باب ولا كذا، كما تو بعض من الناس يجيبوا له لوح تو عمسة لوح، ولا كان أول شيء زفنة، يجيبوا لخوص من البلادين ويزفنوها زفنة، زين، كما السمة، هي كما السمة، كما السمة، أدعن كما أدعن، ما كما السمة، كما أدعن، هي وترتب على زور 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 زور، هي زور اسمها زفنة، وترتب على قدر من المعدن على تحت، نعم، ويترتب سيدي عندي عند دخل الحيوان،
يوم مثلا واحد عزوبي ما حد معه ولا حرمه ما حد معها عزوب، يوم توطي سمانها اكلها وهكذا توطي تسد عليه ما تدخل الحيوانات. نعم. وابو عنده ترى مع يعني اسره كبيره ما حد يسلب عليه الباب وغيره يعني غير ذلك. نعم. والحمد لله رب العالمين يعني عشنا في عيشه. نعم. هي صراحه ان كانت صعبه لكن القلوب مريحه كما هذه وكما هذه. نعم. مثلا الان. نعم. انزين شيخ خلفان. نعم. طبعا عريض الجدار مبين عريض هذا عن ثلاث طابوقات تو زياده هي شيء فراغات ولا معماي كله؟ لا 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 ما شي فراغ معماي. بهش تعموه؟ تعموه بحصاد طين؟ لا لا يعمى الحصى ما يكفي يغطي الحصاد ابو حصى صغيره هذه هي صغيره هذه انزين وكابوها اسمه نعم. موكاب هي موكاب. نعم جابوا غيرها منها كما هذه هي. توها موكاب غيرها الصغيره توكب الكبيره الحصى هذه ما توقف وحدها زين. لازم يوكبوها يقول حصى مثلا شيابنا من سنين هي. يقول حصى وتوكب ببل يحتاج بني ادم. نعم. تو انا اتساعد معاك وانت تساعد معي هي. قال ها كيف؟ قال انا ساعدت معه صراحه هو حصى وتوكبوبه. صح الحصى توكبوبه الحصى وحدها ما توقع لازم توقع شويها مجهاز منها وقطعوها شويها مسكة يعني داخلها قسم حصى والناس يتواكبوا والناس يتواكبوا. نعم. تواكب يقول المثل ان حصى وتوكبوبه. صح هي. انزين هذا بالنسبه للجدار. نعم. يعني ماشي في طين ماشي في تراب بر في بعض الناس. نعم. يعني اللي يحب يحب اللي يحب ومتفرغ. نعم. ومتفيق. نعم. وفي ناس ما كلها ناس متفيقه ومتفرغ. نعم. وطين وقت امطار ان اللي ما ترى جاب من بعيد جاب له قربه. نعم. ما جاب قربه يهاب. نعم. او يهاب الغنمة تشحى. صح. ويغلق منها يهاب بالغلقه معروفه وسوى قرط القربه والسعن والسعن ويخرجوا. نعم. وحده خرزه. نعم. كان اول خراز شلها معنى هذا خوص مال نخل اسمه خرازه. نزل. والمخرز الحجزت وين نكتب وحدنا على مع زوين نكتب سيده. نعم. ونشل يوم سير نورد نشل استحياط معنى في ذبانا يوم مثل قرب نورد فيها ورناها ضايعه وكلها فار ولا شيء فار بكل جرعه خرجناها مال ذيك الساعه ترقعها نرقعها ذيك الساعه. نعم. انزين عشنا يعني السقف عبارة عن هيش هذا السقف على أول ما بادي جاب الحطب انزين حطب طيو من الأشجار من الأشجار هذه من الوجان جاب ما من كان واحد جاب. نعم. من بعيد. نعم. وصاروا للشبان يجيبوه يقصوه أول بخصين. نعم. أو بمنشار ويكسروه وجاب ويصف ويصف كما هذا. نعم. كما هذا تو مصفوف مرة كمدعن ومن بعد جاب لي العشبق هذا العشبق بدنا تشوفه من داخل شيخ خلفان دخل داخل يستوي يستوي يلا تفضل يلا تفضلوا تفضلوا هذا الحطب. نعم. حطب ايش من الاشجار هذا؟ هذا اشجار اسمها الطيو. طيو؟ طيو. ايه. وهذه اشجار اسمها العتم. هذا عتم؟ عتم. ايه. نعم. معروف. يعني كلها اشجار قوية. قوية. هذا الطيو ما ياكل رمه ولا ينقر ابدا. نعم. ما تاكل رمه ولا ينقر وكذلك العتم، العتم. نعم. سمايم حديد. نعم. حتى واحد من شيابه سوى من نعصاء وضرب به حمار خش هنا. الله. ونقص يعني سلبه من الحديد. ايه. وقصت السلبه. الله خبرني الله. واحد من الشياب. نعم. انا احنا ما وحدي لكن خبرني. نعم. واحد من الشياب. نعم. هذا هذا الطيو ما ينقر ابدا مسوي له هذا عندك او على علايه علايه الحطب ايش هي طربال تو مسوي طربال ولا اول ماشي عنده طربال قبل هيش او طربال من جديد مسوي عشبق عشبق شجره اسمها العشبق موجوده من الشجره هي عشبق ويصف وفوق العشبق مسوي له صخبر كان اول دنيا الصخبر موجود. نعم. كل هالارزاق راحت هي. جاب اول عشبق اول حصى في الحطب ويرتب. نعم. وبعدين جاب العشبق وصف فوقه وزياده. نعم. من اللازم. نعم. بعدين جاب صخبر. نعم. وسوى الصخبر فوق العشبق. ايش الصخبر؟ الصخبر شجار ما الغرض انا شجار حشيش انا حشيش. نعم. نحن نسميه صخبر زي. لكن في رائحه طيبه. نعم. حلوه وبعدين تزول الامراض. نعم. احنا هذاك ايش مبغاي منه؟ نعم. مبغاي منه يقبض التربه. نعم. ان العشبق حطابه. نعم. كبير وينزل من التربه فوق علايه العشبق والصخبر الصخبر تربة. هيش تربة. تربة. زين. إذا كان تو في عهدنا الآن. لا أول. 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 أول ماشي بس خبر. هي. وفوق تراب. زين. التراب لازم يكون مثل ما تقول طين. طين طين. موجود. طين. هي تراب لكن ما هي. ما معجون. يقطرن على البيوت ما يقطرن. ما يقطرن. في بعض من أحيانا يقطرن لكن يرتبوا شافوها بنيان جديد. هي. واقتر زادوا تربة. زين. أنا ملاحظ يعني هذه البيوت ما فيها. ما فيها نوافذ، ما فيها أي لا مراق ولا مكان حل تهوية. المكان داخل يعني التنفس فيه زين ما ماشي عضالة يوري فيه نار.
في نار يوري هنا نار تورى نار وهذاك ما تشوفه. أيوة. لكن ماشي تأثير الحمد لله رب العالمين. الجو نعم. الوقت يعني الناس مرتاحين للطبيعة وفي ناس يسوي نار في الوسط. يعني ليش ما تسووا لها درايش؟ ما تسووا لها درايش ان الحصى ما يتحمل، يمكن ما يتلاقى، يمكن بعدين يتنخشل. يتنخشل. هذه قلت لي سكنة صيف. صيف 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 لكن صيفكم عن شتاء شتاء وطا. ايوه نعم الحمد لله. الحمد لله. طريق شيابنا من زمان عاملينها بالحصى والحطب. عاملينها حطب يسوي شجح الحطب. نعم. وبعدين فوق شيم وعسبق. الحطب حل المقبض ولا حل الحطب حل يقبض الحصى تحت الحصى؟ تحت الحصى. الحصى صغير. الحطب كبير. الحصى يسوى فوق الحطب، اول جاب الحطب وبعدين فوق العسبق وشيم ويطي فوق الحصى وتهبط فوق الحيوانات والأولاء والبشر. هذا مكان السكنة القديمة. هذا مكان السكنة القديمة يوم ظهر شيابنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا عايشين هنا. نعم. وهذه سكنة يعني ما تقول أني من ذل من تعب. صح. هان يعني ماشي مجال. الحمد لله رب العالمين لفضل من الله ثم من مولانا صاحب الجلالة الله يعزه ويدومه ويطول عمره لطول السنين. آمين. الحمد لله الآن تفتحت أمور والناس برقت والناس ارتاحت. نعم. ومنها في التعب. صح. الحمد لله. صح. رب العالمين. صح. الآن هذه البيوت القديمة هذه الحصى هذه قبل سكنة البيوت اللي فوق يعني انتو الشعب خلفان وحيتوا تسكنوا فيه هنا؟ لا نعم وحيتوا تسكنوا فيه لكن بحدنا خادمين هنا. زين، هل كان يفرق بين سكنة الصيف والشتاء؟ هي هل هذا الشتاء؟ هذا الشتاء. هذا الشتاء والصيف وهلاك الاحجار الداريات هذاك حسيمان وقت الامطار ولا كان مسوين سجامه تحت الاشجار ومسوين عن عشيش. هذيك سكنه صيف. هذيك سكنه الصيف وربعاني من الصيف للربعاني عليه على الناروز. نعم. قريب البرد. هي. ومن قريب البرد عاد ضربه الحمر سمالها الشياب يقول ضربه الحمر. نعم. وضربه الرجوع. هي. ننزل على هنا وننزل في مكانات كهوف تحت بعد زياده من هنا. اسمع، وهنا مكان مقابل شوير. الناس يعني هنا حل أربعة بيوت ذات بيوت ماشي مجال. ماشي مجال هذه حل واحد وأسر وعنده زوج وعنده أولاد. وهذا كذلك عند أسرته. أما الإنسان العزوبي يرقد حقف ما هذه الحقوف. نعم. بس في كهف يدور كهف مكان على مرض بحاله بس. هي. مرض بض. نعم. يكون يبحث على طوله يعني يعني لما تجوع على هالجبال تدوروا المكان اللي يذريكم. أيوه. عن الريح. عن الريح، عن الأمطار. عن الأمطار. أمطار ويعني وكهوف يعني محمية عن الأمطار. إيه. هذه هنا عندك كهوف محمية، لكن عاد ما تعرف. نعم. الأمطار وقت العواصف ما هذا يوم يتو داخل داخل يمكن يمسيل من الجو. نعم. يمكن. نعم. لكن يوم جي وقت العواصف الريح يدخل داخل. إيه. من أول كيوان لا حصير ولا سمة إلا منسول. نعم. شياب نسوي مناسيل مال الصوف. الصوف. جعد. هذه أحسن وأحسن. هاي يعني يغزلن النسوان ويعطوا الناس يعني شغالين في هذه الترقة ما كل واحد. نعم. يعني في مخصصين ناس خاصين على الأعمال هذه. هي. نساء يسمى ينسجوها. نعم. الصوف شيء أبيض وشيء أسود. هي. أما العدول أسود يسوي فيه العيش إنه يعني يملوه الماي ما يدخله إن إذا صار وكتر أنها اسمها عدل شعر من الغنم. هذه كمالكيس تكون؟ هذه كمالجونيت السوتلي. كمالجونيت كمالجونيت العيش. طحين طحين كمالجونيت العيش. السوداني السوتلي نفس الشيء. هي. لكن تحمل أول 8-9 منان مسكري. تسعة منان مسكري ونحزمها. ما شوية. هي. لكن يوم جي الأمطار ومثل الحمار قحم عليك في وادي ولا بشيء ما يلوف الماي العيش. إن تكتر. ما يدخل الماء. ما يدخل الماي يكتر. وهي صوف مغزولة مغزول ومنسوج بيدين. نعم. نسجلها ناس والحمد لله. نعم. رب العالمين وعاشت أمها يا أخوي عاشت عشنا سنوات. صح. ويوم تحول من منزل إلى منزل. يعني في عيشة التعب. صح. حمار أول نجيب الجوانب نصف الرفاع على طول الحمار. نعم. مس ذراعين الجانب ونحجز بذلك الحبال وفي حد نسوي المراحل نجيب مراحل. هي. أو الخصاف وحد منهم يسوي سوتلي مطلع جواني يسوي سوتلي ونسوي البراديش ونلته والحمير وعاد الرفاع على أصفاري ما قدار الأقدار. نعم. ما الأول ما اللبن يوصلوهم فوق الحمير. نعم.
ومن هنا تكسر يوم يجي مثل الحمار طيح حمار صعب ولا شيء رك جواد عليه واخطف قدامهم طيح انت ربيع واحد انا عندي بنفسي بكلمك بهار يكتو الحين انا اشل اربع خمس حمير قدامي قلبت عليهم ارفاع واولاد سنين فوق ظهري من كبي من مكان لمكان وتهبط من الجبال وهبط من الجبال الى تحت منها تقسمها فيق منها تقسمها واد العربيين على سويع بنحص المرعى للحيوان اول نحن راعي الحيوان الحمد لله. إيه بنحس المرعى الحيوان وحد ينزل هنا سوقه وحد ينزل مصوبة خبة مصيبة يعني كل واحد اللي قبل على مكان. نعم. زين شايب خلفان يعني السكنة اللي تستوي هنا هذا مقسم يعني هل أنتوا إذا كنتوا فوق حارة يعني حارة كاملة جيران وكذا هل هنا نفس النظام تكونوا حارة حد فذا الكهف وحد فذاك وحد يعني هل متجاورين في المكان؟ احنا عندنا ولا على الوفق اللي تحصلوه لا اذا كان سكن بوحده وهذا المنزل انا بنيته بروحي ما شاركني فيه احد بانيه بروح وحدي نعم. زين وانتقلت من فوق من حله الصيف على حله الشتاء سكن وحدي ما حسابك عليه هي لكن ما عندي جيران جيراني موجودين لكن عندهم منزل ثاني نعم عندهم منازل ثاني يعني بعد البيوت هي بعد لكن وقت الصباح نعم. كما هذه الحلة سوينا قهوة كلنا قهوته مع بعض الصباح نعم. والظهر أول يصير إنه ورجيب الحمير الماي أول يتقدموا نفرين ثلاث أنفار خمسة يشلوا القرب قرب ما الجلود ما الغنام تسمع يدبغوها يشولها قرط وعقوا منها الجلد شعر ويجاب من بعيد الماي وشان المال أول جاب من بعيد مسافات يطلعوا بعد ظهورنا نطلع بحوالي كيلو نعم. مطلع أشد من تحت الأهنا نعم. وبعدين جو دب على الحمير تمام ونوصل ننشر من الصباح أيه. ونجي مغرب احيانا نجي صلاه العصر واحيانا قبل العصر واحيانا من بعد العصر هذه حسبه يعني حاره كامله هي. اللي احنا فيها الان طبعا ما كذاك هي إذا الولد بغى يتزوج تذهبوا له بيت تذهبوا له خيمة هو وحده يساعدوه جماعة كما الحين إيه يبغى يتزوج نعم. أول ابني كما هذه نعم وإذا كان كما تو ايه. صيف وهكذا ايه. ومستعجل نعم. ما يحتاج له تحشيارة سوى لك كما لك صيام تحت طلحة هذه ايه. تسمع سوى لك حالة عسبق وهكذا ورخات في صالحها وزوجته هل تعتبر كل خيمة بيت؟ هي. يعني الحين الواحد أسرة هي تو الخيمة أنا متزوج عندي عائلة عائلتي عندي عائلتين نعم لازم تكون هذه واحدة وهذه واحدة إذا كان عائلتين هي إذا كان عندك لا أسرة واحدة وعندها أولاد كان هي لك الخيمة حال أولاد وكان عنده أولاد كبار نعم. عادي أولاد كبار يتصرفوا وحدهم يسوروا مكانات بين مكان يكون يحليلهم ولا يسوي لحالهم عشك ما نفس العشة نعم هي. نعم وهذا كذا عايش الدنيا السكنة بسيطة والحمد لله ترى سكنة بسيطة سكنة الدنيا هذه الحمد لله والحمد لله رب العالمين الحمد نحن في نعمة ونعيم من جود الله تعالى مولانا صاحب الجلالة الله يطول في عمره ويدوم إن شاء الله وهذه شايب خلفان حليش هذا هذا مدخل باب لأنه وطية واجد وطية حل حيوانات نعم حل حيوانات مثل مالود سطور هي. صغيرون زربوا هناك مواليد الأغنام السطور صغيرة مرة واحدة مال شهر شهر ونص شهرين ثلاثة شهور يدخل هناك ويسد عليه من اللوح ليش يدخل هناك؟ يدخل هناك عن تراوح الأغنام. هي. يبات يرضعها طول الليل طول النهار. هي. في الليل يريحوها الأغنام. المالود يشلوه يدربوه هنا يدخلوه. أيوة. يشدوا عليه على الصباح. أيوة. إذا كان هو مكمل ثلاثة أشهر هي. من كان ما يبطل للصباح. آه. خلوه عليه تسرح الأغنام بطول ما بعد. ومن بعد والعصر قبل ما تجي مهاتهم يجيموهن ويدخلون هنا يكون ما يرضعن. أن يتعب الحيوانات صح. حتى الشاة الهايشة يعني تلتلمي تعدل شوية يرجع فيها الدم ويمسوا منها الحليب يمخلوا الحليب منها حسمن وحلاهم مثل ما يقال حاضنة هذه حاضنة هذه حضيرة نعم هذه حضيرة نعم. حال أطفال المواليد الصغار على السطور نسميهن سطور حد يقول مواليد نعم. حد يقول سطور نعم. وحد يقول بهم ما كل معنى ما كلها من تقوى حد يقول سطور حد يقول بهم وحد يقول مواليد والمعنى واحد والمعنى واحد نشوف بعد مكان ثاني يلا تفضل شوف هذا خلخال اسمه خلخال هذا هو منخرق اه ربطوا فيه صعب هي هذا صعب ايش تربطوا فيه ربطوا صعب حمار حمار صعب يربط نعم. رجوله هناك ها سواء الحبال في رجوله ايه ثلاثه وهذا حبر رقبه شوف هذا خلخال هذا حصان منخرقه
حصان، حد يقول حصان من خرقة، حد يقول خلخال. نحن شفنا كثير من الحصى في ثقوب، هذا هذا ذاك بروحه، هي بروحه خلق الله سبحانه وتعالى. هذا هذا يوم تبغوا تروضوا الحمار، الحمار يوم الصعب، يوم يقبل الصعب، يوم تأدب، يوم يؤدبوه. نعم. اول لت يدعون شافوا يلتوا لت، هم يوثب وحيوثب، انا من يوقف وحده. نعم. واحيانا يسوي محاقص، يحقصوا عليه في مكان، يعني كما هذا الوادي ها يحاصروه، حد يجي من حدره وحد من علوه وهو يحوي عليه الين يمسكوه. الين يمسكوه. نعم. لان الحمار يعني يوم يولد عشان يصير طيع لازم مثل ما يقال يأدب، يتهدى يتهدى، بعدين عيشتنا عليه. نعم. عيشتنا عليه ما نقدر، اليوم شو حمار صعب او. نعم. لازم لت لت ونقبضه. نعم. ونهديه ونسفره، نخدم عليه، نطعم باولادنا، نطعمنا فوق اولادنا. وكان هو وسيله النقل، ماشي نقل اول الله تعالى ثم هو. نعم. ماشي وسيله غيرها. نعم. لا طايره ايه. ولا سياره. هذا ما مكان ركاب، هذا مكان الحمير. الحمير. وفي ركاب. نعم. شيابنا اول عاش على ركاب، يجيبوا طلعوا من الطريق قريات. هي. مكان اسمه وبله. نعم. وشقاصيه. يطلعوا لكن على الشاطره. نمطي الشاطره ابو سالكه. نعم. كانت تطلع بزوامل، طلعوا جرابين عليهم، جرابين وصيد. نعم. يسفروا عليهم كان السابق. زين شاب خلفان، ايش اقرب بالنسبه لكم هنا داير مدار، ايش اقرب المناطق لكم؟ قريات من المكان؟ هي. ثقلت بالسهل. يعني الأماكن اللي كنتوا تتنقلوا لها على حمير وعلى رجول، هين تروحوا؟ يوم تنزلوا تحت هين تروحوا؟ نروح على حسب رغبة الإنسان. هي. إذا كان نحن نرغب مثل السوق. نعم. سوق المكان اسمه سوق العليا. نعم. سوق العليا أول سوقة. زين. زين. يهبطوا هناك وكل جفاف الماي، ماشي الماي. نعم. يطروا حيوانهم هناك. ومكان اسمه سويع. سويع في ذا الوادي لكن. نعم. تحت. تسمع. نعم. مكان اسمه سويع. نعم. زين. ومكان اسمه ثيق. هي. العات. نعم. هنا تحت الجبل مر لا حد ولا ابيض، هو هذا الجبل لكن تحت الجبل مر اللي وطى مره واحده وطى تحت. اي تحت. نعم. قريات. اي قريات اقرب لنا. توصلوا لها قريات. اي قريب قريات. ومزارع. والمزارع جمره بعيد. وادي العربيين. وادي العربيين سيارنا شرقيتنا تمشوا له من هنا. هي. نعم. قريب. نعم. يعني اي واحد على رغبته، ترى هي الله تعالى قبض مقبض. نعم. الواحد يوطن هي مكان. نعم. تو نحن عندنا اموال في الطايف. نعم. في الغبر مالنا وخبى مال، انا عندي. نعم. انا كل مكتوب. نعم. عندي مال في الغبره موجود. نعم. خلف الشياب وعندي بيوت. نعم. وعندي اموال في خبه. نعم. زين وعندنا بيوت اولادنا موجودين هنا. صح. وانا عشنا هنا انا. نعم. اول ولدي البكر كان هنا. نعم. مربى يبه تحت. نعم. محمد من خلفه. نعم. هنا مربى يبه تحت احداث. نعم. زمان اولي وسكنتي هنا تحت تحت الغيام. نعم. طيب شايف خلفان. نعم. أبى أسألك سؤال. تفضل. يعني كأن في معلومة البعض ما فهمها صح. لا. انتوا عشتوا منعزلين عن الناس؟ لا. منعزلين عن العالم؟ لا. ماشي الكلام من هذاك سوي علينا. ماشي منه. هذاك الكلام. ايه. سويوا علينا جريمة لأنفسهم. لكن بالإخطاء. نعم. هي هي يمكن خطأ ما مقصود يمكن. بس نبغى نصلحها نحن تو. انت من حفظت العقل تعلمت الصلاه، علموك الصلاه. نعم. وعلموك الدين. شياب شياب بعد. شياب شياب. نعم. نحن الوحيدين. نعم. في هذه المنطقه اللي عايشين في هذا الجبل الابيض. نعم. من حل الحريم. على هالجمحه الى الشرفه الى. نعم. هذا المواقع محلاحي. نحن الوحيد في في ناحيه الجبال السلطنه عمان. الوحيدين اللي واقفين كذا لايمان الدين. نعم. لا كلهم يعني ما كلنا يعني كلنا كنا بعض من الناس نعرف. يعني انت تبى تاكدها. تاكد يعني. اقول لك تاكد. احنا اللي يهمنا نقلوا عنا. نحن في الدرجه الاولى نحن. نعم. علمونا او شيابنا ترى. هي. ماشي تعلوم اول مثل. هي. مدرس مدرس. هي. قران مدرس في الجبال. هي. هذه. نعم. اذا كنا حمد وتوابعها تعلمتوها من الشياب. تعلمناها من شيابنا. نعم. نعم. وما عمرنا الواحد عمره 7 سنوات. قبل اول ينظف او يختن الولد قبل. نعم. ما نختن. نعم. أول يعلمونا هذه الصلاة. نعم. وحين من صبحنا مسلمين. نعم. بدينا في الصلاة. نعم. هذه العزلة كانت عزلة لأنها جبل. جبل. لكن أنتوا تتواصلوا مع المناطق القريبة منكم بدروب الجبل. طبعا. بدروب الجبل. هي هي. وجبال عمان كلها معروفة. معروفة. أن فيها دروب. دروب كل شيء. وينزلوا للوطا. هذا كل من تو هذا الموقع عندنا تو هنا. ما شاء الله مستويه خلطه السكنه القديمه والجديده. هي ترى مواقع ما كلها مكان واحد. هي هذه فرقه هنا. هي. فرقه ذاك الجانب كانت. نعم. هناك شوف فرقه هناك مجموعات. هي مجموعات. هي. وفرقه هناك وفرقه فوق كانت فوق. لكن هذه كلها الكفوف. كلها كلها حي الكفوف. كلها الكفوف. كلها حي الكفوف. نعم. هذا منزل دعن تحل الكفوف. ايه اسم هذا الشياب اول منزل دعن حي الكفوف. نعم. هذا اول منزل دعن الكفوف. نعم. لكن الحكومه سوتها حين ما اكتبوا
سوي منطقة حيل الكفوف. الآن اسمها الرسمي حيل الكفوف. حيل الكفوف. نعم. في الشاهي. هذه السبلة؟ هذه المجلس. مبين أنها أكبر عن باقي المجالس، يعني ترى هذا خادمين للناس ضيف. لم يحد معنا. نعم. كان ورا فيه بالنار ويوم الناس متكارسين تورى النار هذا المكان. نعم. يرمسوا عليه. نعم. يرمسوا في هذا المكان. في هذا المكان يترمسوا. نعم. والرقاد هناك وحد يرقد هنا على حسب. نعم. مستوى. لكن وايدين كان ينقسموا حد هنا وحد داخل. هذا المجلس حال الحلة كاملة. كاملة. نعم. مجلس الجماعة. مجلس الجماعة هذا. نعم. طيب كيف كانت يعني يوم يجيكم الضيف تستقبلوه هنا؟ يوم يجينا ضيف نستقبله حي الله مكانك نجيبه هنا. إذا ضيف غريب. غريب ولا قريب. وبيبات هنا. هنا هذا المكان. هذا ما بيته. ماشي معنا مكان. نعم. هذا المكان. نعم. نجيب كان أول ذيك اليوم ماشي الحاف. إيه. الحاف ماشي على حجز منسول. إيه. واحد فضيل عنده منسول ولا ساحة. أيه. بس الأوان وسمة وحصير. نعم. ما الخشت. نعم. كان جاب من واد العربيين. أيه. الخشت ينسج واد العربيين سوا. نعم. تسمع وإنه خذ حصير وهذا وطيه الاستحيات للناس. نعم. لضيف. أيه. يعني ما نستخدمهن. نعم. يعني إيش من احترام وتعالى أحسن ناس معروفين. أيه. نعم. وهذا يبقى للضيف. نعم. ما حيدخل. أيه. فيه أي مواطن يتدبر. نعم. حتى لو يرقد برا ما مسؤول عنه. نعم. يعني للضيف. نعم. هذا نحن. نعم. احنا نبدأ الضيف قبل نفوسنا. هذه شيء مثل العرب. يعني ايش احنا. نعم. نقدر ندبر عمرنا. نعم. نقدر نهبط السقف ندخل وري نار. نعم. لكن الضيف ما يندى المكان. والانسان الاعمال الى اليوم يبدي الضيف. الحمد لله. يبدي الضيف. شايب خلفان. نعم. بن رويعي. نعم. بن حميد. نعم. سباعي. لك. سبعة انعام. نعم. كفيت ووفيت. لا جزاكم الله خير. هذا بوجودكم ووصولكم. مشكور. هذا بوجودكم ووصولكم معنا وجزاكم الله خير. انتم كفيتوا وصلتوا معنا ما قصرتوا معنا وعرفتونا وتعرفنا عليكم ونحن ما كان نعرف.